تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم اليومي من الاثنين إلى الجمعة على أمواجنا، برنامج ميادين، وهو البرنامج الرياضي الذي من خلاله نضع تحت المجهر كل الأحداث الرياضية التي تستأثر بالاهتمام، وبداية بهذه الكأس القارية التي تستقطب الأنظار، كأس أمم إفريقيا المقامة في الملاعب الكاميرونية، وحيث تم التعرف منذ قليل فقط عن هوية خصم المغرب في الدورة القادم. يتعلق الأمر بالفراعنة. نضرب موعدا جديدا مع منتخب مصر مجددا في هذا الدور الربع النهائي، تماما كما حدث في نسخة العام 2017. الثأر، الانتقام، رد الاعتبار هي الكلمات التي ستطغى خلال الأيام القادمة ولغاية يوم الأحد القادم على كل التعاليق، وذلك بعدما كان المنتخب المغربي من ضمن من ضمنوا الترشح لمرحلة الربع أمس بعد فوز على حساب الملاوي بهدفين لواحد. للحديث عن هذه المواضيع مسرورا نجدد اللقاء بصديقنا اللاعب الدولي المغربي السابق، ويتعلق الامر بالمدرب الحالي ايضا، رفيق عبد الصمد. اخي رفيق، مرحبا بك. مرحبا بك اخي فؤاد، ومرحبا بجميع المستمعين. طيب، قبل ما نبداو في الهضره ونتحدثوا على يعني المنتخب المغربي في عجاله، هل مصر هي الخصم اللي كنتي كتفضلوا انه يواجه اسود الاطلس يوم الاحد القادم؟ ممكن نقول لك بانه الخصم اللي كنت كنفضلوا، وماشي الخصم اللي كنت كنتوقعه، لانه المباريات الاقصائيه ولا دور المجموعات مع مرور الدورات ومع مرور المباريات، المنتخب الايفواري فهو خدا واحد الريتم اللي هو مزيان، خدا اون ديناميك دو لو جو، اون ديناميك حتى في لي فيكتوار، واخرها كانت الفيكتوار على المنتخب الجزائري. اعطت من طيبة على انه الى جانب نيجيريا والى جانب المغرب، ثلاثه المرشحين اقوياء غادي ينافسوا في دور النصف النهائي، باش واحد منهم غادي يحرز هذا اللقب. ولكن كنظن اليوم المنتخب المصري كان في المستوى وحقق فوز مستحق على المنتخب الإيفواري. طيب، سنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل صديقي رفيق عبد الصمد. نعود لأسود الأطلس والمنتخب المغربي، كما ذكرنا أمس بمدينة ياوندي بملعب أحمد حجو، أسود الأطلس تجاوز منتخب الملاوي وإن كذلك بصعوبة هدفين لواحد، بعدما كان الملاوي السباق لتسجيل. أسود الأطلس وجدوا الوصفة باش يرجعوا في المباراة بفضل يعني اللاعب يوسف النصيري ثم أشرف حكيمي مرة أخرى يفعلها، يسجل ضربة خطأ ولا أروع في مرمى حارس ملاوي ويهدي بطاقة الترشح للنخبة المغربية. كمدرب، كتقني، كلاعب دولي سابق، وبالنظر الخبرة التي راكمتها، هل يمكن اعتبار أن فوز المنتخب المغربي كان مستحقا؟ خويا فؤاد، بالنسبة للأحقية كنظن بأن الفوز هو مستحق، نظرا للأداء اللي تقدم في الميدان، ونظرا حتى القبل على الورق كنظن بأنه كاين فوارق كبيرة ما بين المنتخبين. احنا كتقنيين ولا معنا الناس كلهم، فكنأمنوا بأنه رقعة الميدان هي اللي مع نهاية المباراة كتخرج لنا شكون الفائز وشكون اللي كيستحق الفوز. كما شفنا اليوم مفاجأة، كما شفنا المباراة ديال نيجيريا مفاجأة، ولكن المباراة ديال المنتخب الوطني ما كانتش مفاجأة، كانت سيطرة ميدانية للمنتخب الوطني، كانت سلبية في بعض الأوقات، ولكن على العموم كنظن بأنه تمكننا أخيرا باش أننا الحمد لله على الأقل نمروا لدور ربع النهائي. في انتظار إن شاء الله مجموعة أمور أخي فؤاد، لازم على أننا نحسنها باش تكون عندنا واحد الهوية، وتكون عندنا واحد كما قلت لك في المرة السابقة، لازم نكونوا فريق مبادر، تكون عندنا قراءة مسبقة للخصم، وأول أهم من القراءة المسبقة هو القراءة للإمكانيات اللي كنتوفروا عليها، والتوقع ديالنا للطريقة ولا السيناريو اللي غيوقع في المباراة. وبالتالي كان لازم علينا على أنه منذ البداية ندخلوا ونلقاو الحلول، امور اللي كان لازم على ان الناخب الوطني يشتغل عليها قبل، يلقى حلول باش انه يفك ذاك الدفاع المتراس اللي كان بناه المنتخب الملاوي، الشيء اللي كان متوقع بانه فريق عنده جوج لاعبين من اخطر اللاعبين في افريقيا على مستوى الهجمه المرتده، لاعبين سريع، لاعبين مهاريين، وبالتالي فكان بديهي على انهم غادي يديروا جوج ديال الجدارات الدفاعيه تما فين كان خصنا حنا نكون عندنا حلول استباقيه، لأنه الطريقة كيفاش نوصلوا للمرمى
بواحد بإن فلويديتي بطريقة سلسة ونحاول على أننا نسجلوا أمام المرمى. على العموم جاتنا كرة ثابتة الحمد لله أهلتنا، يعني كما قلت انتظار انتصار مستحق لا نتيجة لا أداء، في انتظار إن شاء الله مجموعة أمور لازم تحسين ديها. طيب قبل أن نواصل صديقي يعني رفيق عبد الصمد مرة لو نستمع لتصريح موقع الهدف الأول يوسف أنصيري اللي كان عرضة لانتقادات عديدة في اللقاء الذي خاضه اللقاء الأخير أمام الغابون. يوسف أنصيري هذه المرة يسجل هدف التعادل، نستمع إليه. نقول للناس أنهم يكملوا التشجيعات ديالهم كيف ما كانوا كيشجعوا من الأول، يكملوا التشجيعات ديالهم حتى الاخر، وان شاء الله راه غيكون الخير من هنا قدام، وغنبريباريو الماتش الجاي ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه. الصراحه ما حسيت بوالو صراحه، انا خصني نكون كونسونطري، بقيت كونسونطري 100% حتى الاخر دقيقه عطاني المدرب، والحمد لله حققناتي النتيجه ايجابيه ان شاء الله. طيب صديقي رفيق بالنسبه لك ربما المنتخب المغربي هناك مره اخرى فاجانا الناخب المغربي باقحام كل من يوسف النصيري وايوب الكعبي يعني في خط الهجوم، مع العلم انهم كيلعبوا في نفس المركز، وهذا ربما اثار العديد من التساؤلات. صحيح اخويا فؤاد، لانه اللي شاف هذيك لا ريبارتيسيون ديال اللعابه في الملعب، توزيع ديال اللاعبين في الملعب، فهو قام بادخال جوج ديال المهاجمين مع اعطاء تعليمات سواء النصيري مرة تارة النصيري وتارة اللاعب رقم 9 لاعب الكعبي لاعب أيوب الكعبي، على أساس أنه ضيع الكرة واحد منهم كيرجع للجهة اليمنى باش يقدم شوية المساندة الحكيمي، لأنه فكر من الناحية الهجومية على أنه يخلي الممر الأيمن فهو يخليه شاغر ويتسنى الصعود ديال الحكيمي، وبالتالي غادي يعول على ذوك العرضيات، وبغى ان تكون عندنا زياده عدديه في منطقه الجزاء بتواجد الكعبي والنصيري. كنظن بانه هذه القراءه كان ممكن تكون افضل لو كان عندنا لاعب كيلعب بالرجل اليسرى وتكون عنده مهاره بحال الحكيم زياد. صراحه ماشي الوقت المناسب باش نقدروا على الغياب ديالو، لان من اللاعبين اللي كيعرفوا على انهم يشغلوا المركز ديال الجهه اليمنى، وفي الهجمه كيكون كيدخل كوسط ميدان وكيدير لك تفوق عليه بوست ميدان وكيخلي الممر الحكيمي. هذه المره فهو خدم بها، ولكن خدم بها بمهاجم على اساس انه المهاجم تاره كيغلق بالجهه اليمنى وتاره كيمشي للهجوم. كنظن ما كانش فعاله لانه كان تضارب في المهام. كنشوفوا بعض الاوقات جوج لاعبين في الجهه اليمنى، كنشوفوا بعض القوتات بجوجهم في الجهه اليسرى، وبالتالي فكنا على الناحيه الهجوميه لقينا شويه صعوبات باش اننا نخلقوا مجموعه ديال الفرص. وبالتالي فالوقيته اللي دار شونجمون وخرج الكعبي شفنا منتخب وطني منظم، وشفنا كيفاش كيوصل المرمى بطريقه سليمه. طيب ربما هذا هو اللي جعل الناخب المغربي كما ذكرتي غير ايوب الكعبي بعد مرور تقريبا 5 دقائق من بدايه الشوط الثاني، لانه تبين بان هذا يعني هذه الوصفه هذه او هذه الطريقه اللي راهن عليها الناخب المغربي لم تكن ايجابيه بالمره. طيب رفيق عبد الصمد بالنسبه لك بعد الإيجابيات اللي شفناها في لقاء المنتخب المغربي. أول حاجة هو وسط الميدان هذه المرة فهو كان أكثر حركية وكان أكثر مساندة خاصة في بناء اللعب، لأنه اللاعب لوزا فكان كي لا هو لا أملاح كانوا كيهبطوا بجوج إلى جانب مرابط كيلقاو باش أنهم يديروا ثنائية ولا حتى عملية ثلاثية باش أنهم ينقلوا لنا الكرة من الدفاع لوسط الميدان، وبالتالي وصلنا لهذيك 30 متر الأخيرة ديال الفريق الخصم، وصلنا في ظروف اللي هي جيدة، الشيء اللي مكننا على أننا حتى الدخول ديال 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 بوفال تارة كيبقى في الجهة اليسرى باش يحاول يخترق من الجهة اليسرى، وكثير من المرات شفناه كيدخل كرقم 10 لأنه كيكونوا عنده جوج مهاجمين، وبالتالي جوج مهاجمين دائما كيحتاجوا على أنه يكون وراهم رقم 10 اللي غيمدهم بالكرات، أو لا كنتظروا الصعود ديال ماسينا ولا الصعود ديال حكيمي. وبالتالي فهاد التريو هذا فهو خدم بشكل جيد وسهل المأمورية، ومع ذيك الضربة اللي تلقيناها مع البداية ديال الهدف المباغت فكنظن بأنه تحروا اللاعبين رغم أنه هدف ضدنا، ولكن تحروا وصبح عندهم واحد الشجاعة باش أنهم يمشيوا للهجوم، وبالتالي كنظن خنقنا فرص كثيرة. صحيح بأنها ما كانتش بالقيمة اللي كنا كنتمناها وفي الظروف اللي كنا كنتمناها، ولكن على العموم كانت فرص جات للكعبي للنصيري لحاكيمي لبوفاج، وهم فرص كان ممكن على أن نسجلوا أكثر من الهدف. الحمد لله تمكننا نسجلوا ونعدلوا في وقت اللي هو مناسب، والحمد لله كما قلت لك قبل جاتنا ضربة خطأ اللي أعطتنا ضربة خطأ بطريقة اللي هي عالمية، أعطتنا الحمد لله هو الدور اللي هو مهم.
طيب بين الايجابيات ايضا رفيق عبد الصمد وهو ان شفنا قوه الشخصيه ديال العناصر المغربيه، شفنا الهدوء، شفنا الثبات، شفنا التركيز، شفنا الاحترافيه ديال هاد اللاعبين، لانهم بالرغم من تقبل الهدف بشكل مبكر منذ الدقيقه السابعه على اثر ديك الضربه من بعد للاعب مهونغو يعني في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو اللي اعترف انه كان متقدم نوعا ما، فاذا بالرغم من ديك من هذا الهدف المبكر العناصر المغربيه بقات محافظه على التركيز ديالها، واصلت شد هجومات وسمكنات من خلق العديد من فرص، ربما هذه نقطه ايجابيه تحسبا للمباريات القادمه التي ستكون اكثر قوه واكثر شراسه. صحيح هذا الكلام اللي قلتي ممكن نديروا له اسقاط اخر ونعطيه مثال اخر بالتصريح اللي عطاه نصيري، بانه كما قلتي انتقادات كثيره للهجوم ككل بما فيه نصيري، ولكن اللاعب المحترف فلازم على انه يخلي نفسه في واحد الاطار من لا كونسونطراسيون من التركيز اللي هو اللي على انه المباراه المقبله فلازم على انه يكون في المستوى العالي ويحاول على انه يقدم افضل ويتجاوز دوك الصعوبات اللي لقاها في المباريات. نفس الشكل كما قلتي مع البدايه المباراه كتلقى هدف مشاو لينا فان كونتر بنفس اللاعب كان ممكن على انه يسجل لنا هذا الثاني، كنظن هذه كلها امور رغم انها كتبان ضد الفريق الوطني، ولكن كما قلت لك اخي فؤاد فهي اعطتنا واحد شحنه ايجابيه واحد تحرر من الناحيه النفسيه للاعبين لانهم بحال حسوا بالخطر وتما كبرت المسؤوليه، وكما قلتي خرجوا ديك الشخصيه ديالهم وديك القيمه، وهذا الشيء هو اللي كنا كنتسناوه من هاد اللاعبين هادو على انهم يعطيونا القيمه ديالهم الحقيقيه اللي كنعرفوا عليهم في الانديه ديالهم، وظهرت هذيك الشخصيه بالطريقه كما قلتي بالاداء بالهدوء رغم انهم ضيعوا بزاف بقاو محافظين على التركيز، وشفنا حتى الوقيت اللي سجلنا الهدف الثاني صراحه لعبنا تقريبا 21 دقيقه من بعد المنتخب الوطني حافظ على نفس النسق بقى محافظ على الكره وبقى كيحاول على انه ينهي المباراه بهدف ثالث، وكما قلتي فانا متفق معك في الراي بان شخصيه المنتخب الوطني فهي ظهرت في انتظار التحقيقات كما قلتي اللي هي مقبله، فاكيد على انها غتكون اكثر نديه اكثر. نعم تفضل. طيب رفيق علاش المنتخب المغربي ما كيدخلش المباريات يعني منذ بدايه اللقاء يعني كنشوفوا واحد التريوت واحد الحذر ودفع الثمن ديال هذا غالي، يعني كانت ذلك مباراه الغابون وثم مره اخرى امام منتخب الملاوي، يعني اللاعبين ما كيدخلوش ب 100% ما كيفرضوش ضغط كبير في بدايه اللقاء ربما يجعلهم يخطفوا هدف مبكر يجعلهم يعني يخوضوا اللقاء باكثر راحه. صحيح خويا فؤاد من المنظور ديالي خويا فؤاد باش الكلام ديالي يفهموا الناس مزيان وما يتأولش، من المنظور الشخصي ديالي المنتخب الوطني فريق اللي كيدخل المباريات بناء وبطريقه على حساب الخصم كيفاش لعب وعلى حساب الخصم اشنا هي الامور اللي ممكن يخلق ليها، وبالتالي فريق اللي ما كنظنش لان المباريات هي اللي اكدت لينا، فاحنا هاد المعطيات اللي قلتي انت خايفو ادولا اللي كنقول انا فاحنا خديناها من المباريات الاولى خدينا حتى من هاد المباراه هذه، فكنتسناو الفريق الخصم كنشوفوا النوايا ديالو كنشوفوا شنو قادر يعمل لينا وعاد من بعد كتكون عندنا اون رياكسيون على حساب لافيرتير، وكنظن بان ملي كيتسجل عليك هدف عاد باش كترياجي دليل على انك ما داخلش وعلى اساس من الاول تكون عندك خطه وتكون عندك واحد استراتيجي حاطها باش انني الفريق الخصم مسبقا يقدر يشكل لي ازعاج بهذه الامور هذه، فانا لازم على انني نحدها ليه لو ماكسيموم، وثاني حاجه وواحد النسبه كبيره لازم نفكر في انا شنو ممكن نعمل طريقه اللعب ديالي، الا كنت داخل باش انني نحافظ على 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 الشباك ديالي فانا غنحط البلوك ديالي، الا كنت داخل على اساس انني غناخذ الكره وغتكون المبادره عندي فهي خاصها تبان لافيرسير منذ البدايه ديال اللقاء، خصني نحرمهم من الكره خصني نحسوا بدوك لو رابور اوفونسيف ديال لي جوار اللي كيكونوا في الكوروار، يعني الدعم من جهه اليمين الجهه اليسار ديال الاظهره اللي كيخلي دوك اللاعبين اللي حداهم يرجعوا يدافعوا، وبالتالي كتعطي للفريق الخصم واحد الانطباع بانني داخل باغي نسيطر على المباراه، هذا الشيء اللي ما كنشوفوش بزاف، هو هذه الامور اللي هضرت لك عليها اخي فؤاد بان لازم تصحيحها لان فريق عنده بزاف الامكانيات، وبيان سور كنظن بانه ما نكبروش الامور لازم نحتاطوا من المنتخبات لان كل المنتخبات حتى هما عندهم الاسلحه ديالهم اللي كيلعبوا بها. طيب تحدثتي على المجموعه من الاشياء صديقي يعني رفيق عبد الصمد وفي الصميم يعني ربما الحارس بونو اللي كان قدنا في لقاء مثلا
غانا بالامس يعني قام بخطا ربما واعترف به وكيقول بالخصوص يعني بخصوص الهدف اللي تسجل عليه، بل انه كيمدح هذا الهدف الجميل اللي سجله اللاعب مانغو منذ الدقيقه السابعه من بدايه اللقاء. نستمع للحارس ياسين بونو. صراحة مشتي يعني بيتواعد صراحة، حنا فرقة اللي كان نلعبوا يعني ديما بلو بلوك طالع، فكان حاول حنا في الراس نكونوا قراب للمدافعين باش نكونوا قراب لقاع البالون واللي كيدوز وراهم، فالاسبيراسيون ديال اللاعب كانت يعني اسبيراسيون كبيرة، وبالنسبة لي أنا فحاول يعني نزيد نتحسن باش نتعامل مع هاد السيتواسيون حسن، وهادشي اللي كاين كرة القدم يعني. إذن كرة القدم هي دي، يقول يعني الحارس ياسين بونو. يعني ربما عجبني رفيق عبد الصمد، عجبني بونو يعني بهذا التصريح، كيقول يعني كيعترف بجمالية الهدف وكيقول اشرح لنا يعني السبب، انه السبب علاش انه يعني كي المنتخب المغربي ربما استقبل هدف من هذا القبيل، لانه كما ذكر ربما يعني الحارس كيقوم بدوره كحارس وايضا كمدافع متاخر. صحيح، فهو كيأكد الكلام اللي تكلمت فيه انا وياك النقاش اللي دار بينه وبين كاخويا فؤاد، بانه كما قال كنلعبوا بلو بلوكو، وبالتالي فمن الميزات اللي خاصو يكونوا عند حارس المرمى ملي كتلعب بلو بلوكو خاصو يعرف يخرج، خاصو يعرف يحسب المساحه اللي يخرج فيها باش يدير التغطيه على المدافعين في حاله الا كانت الهجمات المضاده، وبالتالي حتى الى احتاجوه كومان سوتيان يحتاجوه باش يكون عنده الدعم كيرجعوا له بعض الخطرات الكره وكيديها للجهه اليسرى، فهو اعطانا واحد الفكره على الطريقه اللي كيبغي يلعب بها المنتخب الوطني، الشيء اللي كيبرر وكما قال هو راه قبل ما يتكلم على 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 داك على دوك دو با ولا دوك جوج الخطوات اللي هو متقدم بهم، راه تكلم على 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 جماليه الهدف، تكلم على التوفيق اللي كان عند اللاعب، لانه ماشي اي لاعب غير يضرب الكره من داك المكان غتمشي تستقر في الزاويه التسعيد. نعم، اللاعب كانت عنده واحد الشجاعه وواحد القدره على انه يشوف بان بونو متقدم شيئا ما ويغامر، لانه جات كره بحالها في الشوط الثاني ولكن ما نفذهاش بنفس الدقه رغم ان بونو كان في نفس المركز تقريبا، لان كنظن ان بانه رغم هو كيقول متقدم انا كنقول بانه كان في المكان الصحيح ديالو، ولكن اللاعب الخصم هو اللي كان موفق وضربها بطريقه اللي هي صعيبة على جميع الحراء، وبالتالي فهو هدف صراحة هدف جميل. إذن وكلتحق بنا صديقي رفيق عبد الصمد، صديقنا عادل سراج لاعب الدولية السابق لعديد من الأندية خصوصا الرجاء والجيش الملكي، مدرب المساعد حاليا بفاندربروك بفريق الجيش. عادل مرحبا بك. مرحبا الأخ فؤاد، ومرحبا برفيق عبد الصمد اللي معايا السي رفيق. تحية لرفيق والمستمعين ديالكم. شكرا سي عادل. خويا عادل، كنا كنتحدثوا على المنتخب المغربي وكنا كنتحدثوا ربما على بعض الإيجابيات في المباراة ديالو، نرجع معك أنت، ربما شفتي أنت بعض السلبيات في المنتخب، بعض الأشياء اللي يعني يجب القيام بإصلاحها من وجهة نظرك كتقني، أنت مرتاح للمردود العام ديال العناصر المغربية؟ وبطبيعة الحال لأن النتيجة في الأخير النتيجة هي اللي كتقيم الأداء وكتقيم وكتغلب على الأداء بليطو، ملي كاين لا كاليفيكاسيون كاين التأهل، كاين رغم أن الأداء كان جيد، غير هو بين قوسين الملاحظة اللي عندي أنا وبالنسبة لي دي يعني النظرة المتواضعة ديالي، هذاك الهدف اللي تلقيناه اللي كل شيء كيتكلم عليه هذا كان هو نقطة التحول، وكان يعني هذاك لو سيناريو أحسن سيناريو كالمقابلة، رغم أن تلقينا هدف خرجنا ديريكت لعبوا والخصم تاوع والنباش لانه تراك الوراء سمح لينا في الكره، ومن تما شفنا هذيك الحريه ديال حكيمي لي ديفونسور، اما سينا لارير غولش بليزو موا كانت قل، شفنا حكيمي متحرش، شفنا لي ميليو تيرا، شفنا بوفال، شفنا نصيري، شفنا يعني هذاك الهدف اللي ماركاو مالاوي رجعوا للوراء وخلونا الكره، يمكنكم ما تسجلش علينا هذاك الهدف حتى حنا غادي نبقاو ندخلوا شيئا ما تدريجيا في المقابله، بالنسبه لي انا هذاك الهدف كيف كيقول لك رب دار نافعة خلانا تحررنا أكثر ومشينا قلبنا، كانوا محاولات كثيرة باقة الفعالية ماشي 100%، شفنا عاوتاني هذه المقابلة باقة ماشي في 100%، وصلنا للمرمى أكثر من مرة، وكيبقى بأن سجلنا إيه من تمريرة عرضية من أن سونتر سجلنا هدف، ولكن ما ننساوش بأن الهدف الثاني راه ديال التأهل، راه جا من ضربة خطأ في منافسات لي هذه كتعطيك الحلول، ديرتو ملي كيكون الخصم تراك الوراء دير ان بلوك با حتى هي حل من الحلول، ولكن خاصنا نشوفوا ان شاء الله دابا في المستقبل، دابا راه اي دور كنتقدموا فيه الا والخصم كيكون اقوى واقوى، ما نساوش دابا الحمد لله والتاهل ديال المنتخب الشقيق العربي مصر
دابا راه ما غاديش يكونوا مساحات، ما غيكونوش فرص كثيره. شوف المقابله اللي لعبوا اليوم المصريين كانوا اكثر تنظيم، ما تركوش مساحات بحال اللي دار المنتخب الجزائري مع الكوت ديفوار، ما خلاوش لهم مساحات وداوهم فين بغاو. حتى اللي تيروبيت واخا ما كان عندهم يعني محاولات ما كانتش كثيره، دونك دابا راه ما غيكونش عندك محاولات كثيره. اللي بغيت نقولها فؤاد هو من المحاولات الصغيره خصك تسجل، لان يعني دابا الدور قد ما كتقدم في الدور قد ما كترفع القيمه ديال الخصم قد ما خصك تكون نتايا بليز افيكاس. طيب بالفعل هذه كلام في الصميم خويا عزيز السراج. بالنسبه لك يعني رفيق عبد الصمد، هل نقدروا نقولوا ان المناعه ديال المنتخب المغربي تقوات في هاد المباراه هذه، واللاعبين ربما يكونوا اكثر حذر اكثر انضباط خصوصا المستوى التكتيكي؟ وبطبيعه الحال الاخ فؤاد برضه نعم رفيق. اول حاجه كنبغي نرحب بخويا عادل، كنتمنى له ان شاء الله مسار موفق مع فريق الجيش الملكي ولا في الحياه ديالو ككل. كما قلتي خويا فؤاد، مع مرور الدورات ومادام كتحقق التاهل ومادام كتنتصر الا والمعنويات كترتفع، هذا بشكل بديهي. ثاني حاجه لي زابونس ديالك والاطماع ديالك تيكبروا وكتولي تشوف بانك قريب. صحيح انه كيكونوا بعض الضغوطات اللي ممكن ياثروا لك على شيء مع المستوى ديالك، ولكن كنظن الحمد لله التركيبه اللي عندنا، الناس اللي عندنا خدامين في الخفاء، قادرين على انهم يهيئوا اللاعبين بدرجه اولى من الناحيه الذهنيه ومن الناحيه التقنيه، هي الامور اللي تحدثنا عليها قبل. لازم على اننا نعرفوا، وخاصه مني نوصلوا لهذيك 30 متر ديال الفريق الخصم، نعرفوا كيفاش نكرييو دي زوكازيون اللي يكونوا مسهلين علينا مأموريه ديال انهاء الهجمه، لاننا حنا كنوصلوا نعم. صحيح اننا كنوصلوا 30 متر الاخيره ديال الفرق كامله، ولكن بواحد الطريقه ماشي سلسه، بطريقه اللي كتخلينا يا كنعتمدوا على ان سونتر، يا كنتسناو شي اكسيون انديفيديوال، يا كنتسناو شي تير بعيد، بطريقه اللي كتصعب مأموريه التسجيل. وبالتالي الا بغينا ديك ليفيكاسيتي تكون سهله، كما هضر عادل على ليفيكاسيتي اللي مازال غايبه على المجموعه الوطنيه، لازم يكون هناك اشتغال في المنظومه ككل، المنظومه الهجوميه اللي تخول لنا ملي نوصلوا للمنطقه ديال الخصم تما فين خاص يكونوا التحركات، تكون حلول على اساس انه توصل الكره للاعب اللي غينهي الهجمه في واحد الظرفيه اللي تكون مزيانه. وكنظن كما قلتي فهذا الحمد لله المعنويات هي مرتفعه عندنا حنا قبل كمشجعين للمنتخب الوطني، واكيد دوك الوليدات اللي عندهم حلم على انهم يحققوا الطموحات ديال المغاربه كاملين. طيب عادل سراج، بالنسبه لك الان المنتخب المصري شنو هي القراءه ديالك؟ ربما كما ذكرتي منتخب اللي منظم، وغادي يكون خصم صعب، وعندنا تائر وعندنا رد الاعتبار من هذا المنتخب اللي كان قصانا في نسخه 2017 في الغابون. كنعرفوا المقابلات اللي كتكون يعني ما بين الاشقاء العرب دائما كتكون تهنيديه، تتكون ديال الروح ديال المنافسه، ما كيكونوش لي زيسباس بزاف. ما حتى المقابله اللي شفت اليوم سي سيري سيرتا، وتما تعرفوا دابا هما تعرفوا بان احنا دابا اقوى، يعني هذا الباركور اللي درنا كنا اقوى، يعني حتى هما غادي ما غيخليوش لي زيسباس، عارفين مفاتيح اللعب ديالنا، عارفين كيفاش كنلعبوا. دابا راه حنايا كيف كنقولوا هما عارفين كيفاش كنلعبوا وحنا كنعرفوهم، دونك هذه المقابله كيبالي انا مونافي ما غيكونوش لي زيسباس، غادي تكون واحد انديسيبلين تاكتيك اللي عاليه جدا جدا. كاين هنا هنا نرجعوا، كاين هنايا كاين الحلول ديال لي بالاريتي، دونك حنا هذا السلاح هذا اللي اكتشفناه ديال تبارك الله اشرف حكيمي خصنا دابا حنايا سيرتو الى 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 ما كانوش عندنا حلول وما كانوش يعني مساحات، فين كيف قال دابا عبد الصمد في هذيك 30 متر الاخيره فين لعبوا لي زين دو فين مشيو ان كونتر ان، يعني الا كانت لا كوفيرتين ميتيال كانت بزاف الاشياء كيجيو ضربه ديال الاخطاء. وهنا خصنا نكونوا حنايا نحطوا هذه المساله ونحاولوا نقلبوا على حكيمي نجيبوا ليه بحال ضربه الخطا، ولما لا ان شاء الله مادام عندي التوفيق دابا ان شاء الله باذن الله تكون على رجلي كيف كنقولوا واحد الكره، لان سيرو سيرتا ما غاديش يكونوا لي سباس كيديروا لو بلوك، انا شفتهم كيخليو كيبقاو جوج وكيبقى واحد لان اللي سميتو صلاح طول مون ديفون شي ملي ما كتكونش عندهم الكره كلهم كيرجعوا من هذاك محمود مصطفى يعني اللي كيكون مع محمد صلاح كلهم كيرجعوا كيديروا البلوك يعني وكتكون تلا كوفيرتير ميتيه تقدر يعني تراوغ لاعب ولا تيليميني واحد كتلقى الاخر ديال الكوفيرتير يعني غتكون مقابله اللي ما فيهاش مغلوقه تماما. دونك خصنا وحاجه اخرى
خصنا نحن نلعبوا نعرفوا بان لا كاليفيكاسيون تقدر تمشي حتى لضربات الجزاء وحنا ما كنتمناوش هذا الشيء دونك كاع لي سيناريو غيكونوا حاضرين. اش بغيتي عندنا ودي السي عادي السراج بغيتي السكته القلبيه الله يحفظ بحال ضربات ترجع. شكرا لك عادل ان شاء الله احنا غادي مزيان ان شاء الله نلقاك في فرصه قادمه بحول الله خويا عادل السراج والتحيه والموصوله لصديقنا رفيق عبد الصمد. شكرا رفيق. شكرا ومرحبا بكم. شكرا لأصدقائي عادل سراج ورفيق عبد الصمد كانوا معنا بشكل مباشر. شكر موصول لكم أينما كنتم مستمعين. شكرا.